شت ما تركوا اي احد في حال. اتابع سبونج بوب بو. اتابع دورا بو. مشكوك في امرك واتابع ماي ليتل بوني. ما ادري مين يتابع انت. اذا كنت ولد وكنت تتابع عاد راجع نفسك ما. بو. ايش بقي كمان؟ خلاص ختموا الكراتين. ننتظر الجيل الجديد حتى يجي كراتين جديده. ما لا والله دقيقه, في كرتون هذا حق الكلب. تابع كوريج الجبان اليوم بو. خلاص. لو ما دمرت طفولتك من المقاطع الماضيه فهذا المقطع ان شاء الله راح يكون المكان المناسب. اعوذ بالله. ما ايش هذا حبيبي؟ فيها الجده هنا زعلانه. ما كوريج ما جاب لك الخبز من السوبر ماركت؟ لا قدر الله. ماني عارف والله. هذا ويني كمان بالنص. هذا ما ادري مين هذا الجد هذا ولا سمكة توها طالع من البحر. ما هنا مسوي تسريحه زي المدرس الشرير. المهم السلام عليكم, كيف حالكم شباب؟ معكم عمر من قناه عمر جيمز, واليوم معنا لعبه جديده واللي اسمها كوريجز كورس او كوريجز كيرس حاجه زي كذا. طبعا اللعبه ابدا مو جديده, نازله من 2018 ما قبل ثلاث سنوات او مدري اربع سنوات. انا الان جيت العبها فاهم. ما شاء الله علي انتصر متاخرا. ما ادري من يسويها واحد اسمه مايكرويف ما ابوه سماه وهو قاعد يسخن اكل. قبل ابدا المقطع اذا كان يعجبكم هذا النوع من الالعاب انزل تحت وحط لايك. خلينا نوصل هذا المقطع 5000 لايك. برضو تكون جديد في القناه وما تبغى تفوت احدث العاب الرعب الغريبه زي هذه كذا, ما لعبه كرتون لكن كذا مرعبه ما ادري كيف, انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس. زبده خلينا ما نطول عليكم ويلا بسم الله نضغط بلاي. مره متحمس يعني كذا. اللعبه باين عليها غريبه من الصور اللي شفتها. ابدا ما اعرف ايش اللعبه لكن اوكي. طيب ستوري ذس جيم اند ذس ستوري از تويست ما ادري ايش او مبنيه من حلقه من البرنامج يعني اسمه كينج رامسز كير. لعنه الملك هو قاعد يسوي كذا سحر ضار ما في سحر اسود ما كيف حالك حبيبي يا رامسز ما ادري ايش اسمه يا اخي. ايش الاسماء هذه؟ ابوكم ما يعرف يسميكم. المهم الستوري اوكي ايش الستوري. وانس استس دين ذا سلاب. ايش يعني سلاب؟ كف. انا اعرف سلاب يعني ما هذا اللي اعرفه ما ادري ايش سلاب. اوكي الظاهر اعطاه كف لواحد بعدين هو زعل هذا الملك سوى لك واحد لعنه على طول طلبها دليفري. المهم هي ديسايد تو بيري. والله ما ادري ايش القصه ما فهمت ولا شيء. الظاهر انه هو يعني في كذا غرض كذا كنز الظاهر هو حابسه وبعدين واحد سرقه وبعدين هو زعل ماني عارف. يلا بسم الله اوكي نضغط ستارت. طب هو ميت. طيب مين جابه للحياه؟ ما اعوذ بالله شباب. الو ايش في؟ مين قام من النوم؟ اوكي شباب اوكي نحن قاعدين نلعب بكوره جنجين كذا يده هنا الزهريه. ما ادري انا اول مره اشوف كلب يده زهريه. ما لا تسالني كيف صابغ نفسه يعني ولا اوكي. الو اوكي هنا الجد هذا ما ادري مين. ليش كذا شكله ماينكرافت والله ما شكله كذا ستيف اللي في ماينكرافت والله ما ادري عنه. بس ليش كذا نايم؟ ما بلع حبوب قبل لا ينام يعني؟ في هذا قاعد تقول ستيوبد دوغ مع حبيبي احترم نفسك الله يعطيه. ترى افضحك عند الجده بعدين انك انت بالع حبوب تقلعك من البيت على طول فاهم يعني. احترم نفسك. طيب يلا بسم الله اوكي خلينا نيجي هنا اوكي نفتح الباب. اتذكر شو اسمه قريت انه دقيقه شو شباب في صوت خطوات شباب. الو يا هذه اعوذ بالله الله والله امسح والله الجنده طلعت. لا 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 حبيبي 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 دقيقه اصبر صلي على النبي. هذه كل شيء بتطلع لي ما اوكي هنا لازم نبحث اوكي ما في اي شيء او قاعد اسوي سيرشنج هو اوكي حسيت ما في اي شيء. طيب هو قاعد يقول لك في البدايه انه لازم اوكي ما في شيء اوكي يعطيك العافيه حبيبي. سنتين قاعد يبحث اخرته ما في شيء. وين كمان الظاهر ما في شيء. ما عندكم فلوس انتوا يمين يساره حابين نسرقها والله كار كي اوكي. الظاهر بنشرة شردة الاسد والله بنفقع من ابو هالبيت الكئيب. الظاهر قاعد يقول بالبدايه انه لازم نروح البيسمنت بعدين نرجع السلاب مدري الكنز هذا حق امه هذا. ايش في هنا؟ الو هذا ماينكرافت هذا ولا سكن ماينكرافت هذا؟ والله ما ادري يا عيال. هذا الظاهر مطور اللعبه يحب كثير ماينكرافت حتى الجرافكس ماينكرافت تقول كانك قاعد تلعب ماب رعب مدري في ماينكرافت حاجه زي كذا. طيب هنا في شيء؟ الو ايش هذا البوكس؟ طيب ليش محطوط هنا؟ ما شحنه يعني جاي من امازون لا قدر الله ماني فاهم. اعوذ بالله والله امزح يا جد اقسم بالله. ايش في هذه قاعد تقلبت قراني يا عيال؟ الو مو هذه كانت لطيفه وما ادري ايش وهي كيوت وما اعوذ بال والله دخل والله جي جي يا الجد ها. السلام عليكم الله يرحمك يلا بعدين اعوذ بالله والله جد تكمل علي جد. لا 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 ولد افقع 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 تلحقني هي ولا لا اوكي بس كذا دخلت كذا غرفه كذا تهوش لي يعني والله ما ادري ايش قاعد تسوي. طيب اوكي افتح الباب هذا اوكي طيب وين البيسمنت؟ لازم نروح البيسمنت ونحصل الكنز حقه هذا الملك ما ادري مين وبعدين اوكي ها نبحث هنا في شيء. يا اخي سنتين حتى تبحث انت وليد ما يا كلب هو يعني. شوف هو كوريج الجبان هو جبان تمام وانا اجبن منه يعني الله وحناكل جبنه ما سامد. المهم ايوه كانت ببالي احسن اوكي. طيب هنا ايش في؟ اوكي هنا الظاهر يعني لازم نروح هنا الظاهر لازم نطلع برا البيت نروح هنا البيسمنت. لا هذه حظيره هذه المزرعه حقت حيوانات زي الجد اللي قبل شوي. اوكي ها بي سي ايش يوز بي سي دو يو هاف ذا كود فور با؟ لا والله اوكي هو قاعد يكلم واحد اوكي قاعد يكلم واحد على البي سي ما ادري ايش قاعد تقول اعطيني الكود حق البيسمنت مدري عشان ندخل. اوكي حلو مين هذا ما شاء الله اللي عنده الكود؟ بديت اشك هذا الكلب شغال في المخابرات الروسيه مدري ايش ويعرف الاكواد هذه وبيسيطر على العالم بعدين وطلع هو الشرير وهنا في كثير شحنات كذا هو جايبهم. اوكي رحت بعيد شوي الله. طيب اوكي طيب اخذنا الكود هذا ما ادري ايش اتوقع الكود عشان نفتح فيه شو اسمه الغرفه اللي في البيسمنت. اوكي هنا ما في اعوذ بالله لا 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 جده ابي يا حبيبي جده اعوذ بالله والله قاعد تلحقني
امزح معاك جدة والله العظيم امزح والله، جبت الخبز وامس جبته، بس هذا الفجعان هذا الحيوان الجد بلعه كله، فانا مالي صراحة. خلاص انت تقدر تسوي الغداء، اعوذ بالله والله قاعد تلحقني شو والله، دخلت في ام الباب او هنا مين حبيبي مين هذا اللي برا في 2001 يا شباب والله، وتلوموني اني جبان ما اوكي اشوف كيف هي والله قاعد تلحق وراي يا عيال اوكي. طيب اوكي هنا الكار لازم ندخل شوف شوف ابتسامتها يا رجال، هذا يكون معصب انه مضيع النظاره حقتها ولا والله ما ادري عنه، والله الظاهر هذه بنت عم قراني ولا والله ما ادري فاهم، قراني تتعلم منها يا رجال اوكي. طيب وين لازم نروح بالضبط؟ هناك البيسمنت يمكن اتوقع، خلينا نشوف لانه في كود او هنا البيسمنت اوكي دقيقه اصبر يا اخي، هذه النشبه هذه الحين ايش لازم نسوي معاها؟ دقيقه لازم ادخل يمكن جوا السياره، كان معي مفتاح سياره اوكي. ها ادخل ها يو مست فاوند، والله عندي الكار كي يا حيواني، ضيع المفتاح هذا الكلب الحمار والله انه كلب من جد. طيب يلا ادخل البيت اوكي. طيب اوكي هنا هذا غرفه المعيشه ما حاجه زي كذا، نقلب عربي فصحى. اوه هنا ايش؟ اوه والله انها عميه من ما تقدر تلومها مضيعه النظاره حقتها. بعدين ايش في هنا؟ في مهرج وهنا في ايش؟ اعوذ بالله امزح معاك والله العظيم، والله انك كفو واقسم بالله انك احسن جده في العالم والله العظيم، والله ما ادري ايش معصبه زي كذا مره كذا، الظاهر معصبه من ذاك الحمار اللي فوق بالع حبوب اقول لكم معصبه منه. شوف قتلته اي ولا اوكي الو شباب والله قاعد تدور، اعوذ بالله جد 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 دقيقه اوكي افقع قبل تشوف، اعوذ بالله هذا مين هذا كمان يا هذا الملك هذا والله قاعد يلحقني يا عيال، ايش فيه هذا ايش في امه والله كورج مسكين اقسم بالله، كل واحد قاعد يلحق وراه اعوذ بالله. طب لازم نفقع للبيت دقيقه اوكي حلو، ناخذ الكود اللي هنا. عرفت هذا الكود ايش اسمه ايش وظيفته؟ يفتح لك القفل اللي موجود على الباب اللي قبل شوي اللي هو الباب البيسمنت نفسه. فا اوكي طيب هنا ما في شيء، خلينا نتاكد اوكي سليزلي قبل تجي الجده، خلينا ننزل ان شاء الله انها ما تجي. دقيقه شباب دقيقه، اتوقع ان هي جايه اوه لا والله مو جايه عيال اوكي اعوذ بالله والله جد افتح الباب اوكي. خلينا نروح من ورا، اتوقع هو ورا الباب اللي كان عليه قفل، بس يا اخي هذاك ليش الحين ما يلحقني؟ قبل شوي كان قاعد يلحق، اعوذ بالله والله لا والله استقبالي يا عيال ايش فهمت، تروح من هنا تجيك من هنا والله كده. تعمل لك احلى تسحيب اقسم بالله اوكي. لا تقول لي كمان بنلاقيها هنا، الله يحفظها يعني ما شاء الله. اوه لا والله برا هي حماره والله، اعوذ بالله والله مو حماره والله انا الحماره اوكي. لازم ناخذ شفل عساس شو اسمه يعني نفتح الباب اللي هنا وش اسمه نحفر بعدين للكنز، فلازم ناخذ شفل كمان. طيب الشفل منين نجيبه؟ والله ما ادري اوكي. خلينا ندور هنا على السريع ان شاء الله انها ما تجيني يا عيال. هي هناك اوكي حلو افقع انزل تحت. هي دخلت الحمام اللي تسوي عملتها ولا شيء، شكلها متغديه مشاوي ولا اوكي يو فاند ابريك رايت ما ادري ايش ذكرت اوكي حلو نقدر الان نفتح السياره اللي برا، يعني مو بس المفتاح لازم كمان بريك يعني حجر ما. ليه يعني مهندس انا يعني على غفله ولا؟ طيب اوكي خلينا نجي هنا. اوه هذا برا شوف راسه انت برا من الشباك قاعد، اعوذ بالله اوكي شباب اوكي افقع ان شاء الله بس ما يجينا هذا الحمار والله مره بعيد ما ايش قاعد تسوي ايش قاعد تتجول يعني في المنطقه ما حاب يشم هوا شوي. طيب يلا افتح السياره حلو اوكي الان يو بليس ذا اوكي بريك اوكي فهمت، اعوذ بالله شباب اي لا حيكسر هذا الكرج الحمار مو طويل ما يقدر يسوق السياره، فحط شو اسمه على الدواسات حط كذا حجر ما ادري ايش اوكي حلو جميل طيب الان لازم نبحث هنا على اوه هنا الشفل يا عيال جيب الشفل سريع اوكي يبغى لنا مفتاح السريع بس قبل لا يجينا اي واحد ولا هو قاعد يقول مدفون في مزرعه الذره وين مزرعه الذره او عياك الله ما هذا يا اخي حاسه حرامي والله العظيم كم سوي فيها حق لعنه ورعب هو جاي يسرق ذره من المزرعه حقتنا ولا انا كذا صراحه شاك بالموضوع اوكي مو قاعد يلحقني تمام اوكي عياك الله طيب ايش هذا البيت اللي هنا ما اوكي في دجاج هنا ما دجاج حق ماينكرافت ما نبغى دجاج يا رجال والله اوكي صح انه جيعان شويتين لكن بعدين ان شاء الله بعدين ناكل اوكي هنا الذوره زي ما قلت لكم هو هنا قاعد يسرق كذا شويه كذا ذوره كما حق العشاء ما حاجه زي كذا طيب اوكي نحفر اوكي حلو اوكي نقعد نحفر هنا بالشفل حقنا اذا حصل المفتاح خلاص نعطيه السلاب هذا حقه ما ادري سلاب كف يعني الظاهر يعني نعطيك واحده وخلاص بعدين يمشي ان شاء الله اوكي انا ما ادري وين المفتاح هنا مخبينه بالفرن يعني قاعدين نسوي الغداء يعني ولا اوه الو شباب فتح الباب اوكي انا مو معي المفتاح اصلا اوكي فتح الباب اوكي جميل جميل طيب اوكي لازم هنا نحفر واتوقع راح نحصل السلاب هذا حقه والكاز بعدين نعطيه كف يعني ولا اوكي لا ها الو اوه سلاب يعني حجر اوكي حجر ما ادري على حجر حقه القبر اوكي هنا نقدر اوه هذا الباب اللي قبل شوي حق كان نطلع فيه اوكي حلو بس ما نقدر نطلع من هناك نطلع من هنا اوكي يلا نطلع من الباب يلا ها بسم الله اوكي كاتسين اوكي
ايش هذا؟ ما هو بيروح ببيع بمزاد يعني بيصير غنية ولا قدر ما عندي عندي. يلا توكل توكل على الله روح ارجع ارجع لقبرك هنا في الاهرامات. اوكي يلا ذا اند. اوكي والله لعبة حلوة صراحة يعني خلصنا اللعبة لعبة جدا قصيرة طبعا. فاذا استمتعت بالمقطع انزل تحت وحط لايك خلنا نوصل هذا المقطع 5000 لايك وبرضه كن جديد في القناة انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس. اذا كنتوا حابين نسوي مقاطع اكثر عن هذه الالعاب كذا الالعاب اللي حقت الكرتون كذا الرعب كذا ما ادري كيف كزي سبونج بوب ولا دورة ولا اي حاجة وبرضه اكتبوا لي ايش الكرتون اللي تبون نلعب اللعبة حقته لعبة الرعب. ويعطيكم الف عافية على المشاهدة ويلا سلام.